طيب نيجي الآن للاكتيفيشن فانكشنز. الاكتيفيشن فانكشن اللي احنا تعملها لغاية الآن اللي هي السيجمويد، تمام؟ واللي المعادلة كيف؟ في كذا واحدة، واللي المعادلة تبعتها 1 على 1 زائد e cos minus c. طبعا هنا لازم يكون بين قوسين الزي عشان تكون النوتيشن او المعادلات واضحة. فبالتالي انه هذه زي ما شفنا انه هي المعادلة تبعتها، اوكي، وحكينا انه القيمة تبعتها بين الصفر والواحد، وانه هذه بتكون ما بين 40، تمام. حكيت هذه مش الاكتيفيشن فانكشن الوحيدة، هنا عندي عدة اكتيفيشن فانكشن. يعني عندي على سبيل المثال التان اتش، تان هايبربوليك، واللي المعادلة تبعتها شكلها زي هيك، واللي بيكون شكل الدالة زي هيك، بتكون بين الماينس واحد والواحد، بدل الصفر والواحد صار ماينس واحد وواحد، تمام. وفي عندي اكتيفيشن فانكشن ثالثة ممكن انا استخدمها، هي ريلو ريكتيفايد لينير يونت. فبالتالي انه هنا اللي بتلاحظوه هنا انه انا عندي الدالة في المنطقة هذه، انا بحكي في المنطقة هذه تحديدا، وهذه برضو عبارة عن منحنى، تمام. والجريديان تبعها لما بدي احسبه بحتاج شوية وقت، وبحتاج انه عشان انا اتعلم انتقل شو اسمه، يعني الستبس في الليرنينج، انه اوكي بتعلم ولكن انه ببطء، بينما انه الدالة هذه انت ايش بتلاحظوا عليها، انه هي لينير، تمام. الرينج تبعها بين الصفر والواحد، تمام، بين الصفر و يعني عفوا صفر، واذا كانت انه اكبر الزي كانت انه يعني اكبر من صفر بتكون هي عبارة عن قيمة معادلة الخط المستقيم هذا. فبالتالي انا في عندي هنا اكثر من اكتيفيشن فانكشن. السؤال الان انه في كل نيورون احنا اتفقنا انه الاكتيفيشن فانكشن لازم تكون انه هي موجودة. السؤال الان انه هل ممكن استخدم اكتيفيشن فانكشن مختلفة، ولا لازم يكون كله نفس الاكتيفيشن فانكشن؟ في اللاير الواحد لازم يكون نفس الاكتيفيشن فانكشن، لكن في طبقات مختلفة ممكن انا استخدم اكتيفيشن فانكشن مختلفة. على سبيل المثال انه هذه انه في الاوتبوت بدي الاوتبوت يكون صفر وواحد، فبالتالي مناسب اكثر اني استخدم السيجمويد مثلا على سبيل المثال. وهذا الكلام اذا انتم حابين ان احنا ننتقل للتطبيق العملي نوعا ما، خلينا نشوف التيتوريال تبعت التنسر فلو. تمام، فهنا بتروحوا على الويك على كويك ستارت فور بيجينرز. انا لسه جديد في الديب نيورال نتورك، بروح على هنا بروح بشرح لي مثال انه انا كيف استخدم الديب نيورال نتورك. خليني اشغلكم هذا النوت بوك في الكولاب. طبعا اول خطوه انا عندي بعمل الامبورت، واضحه عندكم الشاشه؟ اول خطوه انا بعمل الامبورت، ثاني خطوه بعمل لود للداتا سيت، تمام. الخطوه الثالثه انه انا ببني الماشين ليرنينج موديل، تمام. في هذه انه انا بس بدي استخدم هذا الكود، انه انا هنا بدي استخدم تي اف كيراس موديلز سيكوينشال. انا عندي هاي الطبقه الاولى عباره عن فلاتن، تمام، اللي هي على فكره بالمناسبه انه الداتا سيت هذه الامنست داتا سيت هي عباره عن داتا سيت تبعت صور، تمام. وما دام انه هي صور زي 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 النوتيشن اللي احنا شفناها، انه انا بدي اعمل تصنيف انه هذه كات ولا مش كات، بس انه هذيك للفاشن انا بدي اعمل تصنيف ل هي مش للفاشن عفوا، هي عباره عن الهاند ريتن ريكوجنيشن، الهاند ريتن نمبرز ديجيتس. فبالتالي انه حجم البكسل 28 في 28، فبالتالي انه هذا هو الفلاتن. زي ما شفنا النوتيشن انا بصفط، انا في عندي المصفوفات هذه كلها بصفطها زي هيك، بخليها انه على شكل فيكتور واحد. بعدين الطبقه الثانيه هذه طبقه دنس، دنس معنى ذلك انه هي فولي كونكتد، كل نيورون في الطبقة هذه بيكون في فولي كونكتد مع كل النيورونز في الطبقة التي تليها. ايش حددت هنا عدد النيورونز قديش؟
128 وايش الاكتيفيشن فانكشن ريلو. انا ايش بدي اسوي؟ بدي اعمل طبقه اضافيه هنا وبدي احط الاكتيفيشن فانكشن 10 اتش، وعشان انا اشوف ايش هي الاكتيفيشن فانكشن موجوده بدي ابحث على تنسر فلو واكتب اكتيفيشن فانكشن. في انا عندي هنا بجيب لي قائمه من الاكتيفيشن فانكشن الموجوده، في انا عندي اكسبوننشال، في عندي الجي لو، في انا عندي لينير، في عندي الريلو هذه اللي احنا نستخدمها، في سوفت ماكس، في سوفت سيجمويد، تمام. وهي التان اتش اللي انا استخدمت لها هايبربوليك تانجنت اكتيفيشن فانكشن، تمام. فبالتالي انه كل واحده بقدر انه انا اشوف ايش التفاصيل تبعتها، وفي انا عندي اكتيفيشن فانكشن انه كثيره انا ممكن استخدمها. الفكره في الموضوع هنا السؤال اللي بطرح نفسه انه انا عندي هنا حددت الطبقه الاولى انه انا عندي 128، تمام. الطبقه الثانيه برضه ممكن احطها 128، ممكن ازود ممكن اقلل، ولكن هنا استخدمت اكتيفيشن فانكشن مختلفه. الدروب اوت هذا للامبروفمنت، تمام. والطبقه الاخيره هذه الدنس 10، لانه انا عندي 10 ديجيتس من 0 ل 9، فبالتالي انه كل نيورون بيمثل ديجيت انا عندي في الاوتبوت، تمام. بعدين انا بدي اعمل كومبايل للموديل. اذا الكومبايل هنا ما طلع ليش مشاكل معنى ذلك انه اوكي ما فيش مشكله، فممكن انه ابدا اعمل رن لكل الستبس اللي فوق لغايه هذه الستيب. فعشان هيك انا بروح هنا رن واقول له رن بيفور، حيعمل رن لكل السيلز لغايه السيل اللي انا واقف عندها وينها هيها، تمام. فحيبدا يشغل، مش حياخد وقت انه تمام اشتغل ما عمليش. لا عمل كومبايل، ما لسه ما بديتش تريننج، عمل كومبايل، خلص كومبايل. الان ببدا عمليه التريننج، الان هي ببدا التريننج بهذا الشكل، بعمل فيت وهنا بيبدا يعمل التست، تمام. فالفكره في الموضوع انه انا يعني حرجع كل شويه والثانيه هنا لهذه الجزئيه، انه انا عندي هنا تشكلت شبكة مكونة من عدة طبقات، هنا بقدر ألعب فيها في عدد النيورون مرحليا، بقدر ألعب في عدد النيورونز، وبقدر ألعب في الاكتيفيشن فانكشن في كل طبقة. هذه طبقة الاوتبوت، صحيح، نعم تعتبر طبقة، نعم. يبقى هذا الانبوت، هذه الطبقة الأولى، الثانية، هذه الدروب اوت مش طبقة تعتبر. في الاوتبوت بيكون على حسب شكل الكلاسز، اذا كانت مثلا باينري كلاس انه بتكون كذا، اذا كانت والله انه مثلا على سبيل المثال انه انا محتاج انه انا بدي اطلع probability distribution، فبالتالي انه انا بستخدم السوفت ماكس، فبالتالي انه بروح بطلع ليش انه اصفار وحايد، بروح بطلع لي سوفت ماكس انه كل واحدة قديش انه البروبابيلتي تبعتها. فهذه بتقول انه مفيده في المالتي ليبل كلاسيفيكيشن يعني، تمام. فبالتالي انه بيكون انه هذه انه بطلع لي الاوتبوت انه قيمه والرينج تبعه من 0 ل 1، والصم بيكون بيساوي 1 لانه هو بيكون عباره عن probability. فبالتالي انه على سبيل المثال نفترض انه في عندي 3 كلاسز، يفترض يطلع لي 3 قيم كلها بين الصفر والواحد بتمثل probability، ومجموعها لازم يكون 1. يعني لو الكلاس الاول 0.8، الكلاس الثاني يكون 1.1، والثالث 0.1 بهذا الشكل. فعلى حسب طبيعه الاوتبوت بختار الاكتيفيشن فانكشن تبعت الطبقه الاخيره، وعلى حسب طبيعه البيانات بختار الاكتيفيشن فانكشن تبعت الطبقات اللي موجوده الهيدن.
انه هل هي عبارة عن نمبر، هل هي عبارة عن نمبر تحتوي على ارقام عالية، ارقام تحتوي نمبرز تحتوي على ارقام الرينج تبعها قليل، فبالتالي انه ممكن اجاوب يعني احدد هذه الشغلة. بعدين يعني واحدة من مساوئ النيورال نتورك انه هي بلاك بوكس، يعني بمعنى انه بدي اجرب بشكل تجريبي، يعني انه كيف بدي احدد انه ايش افضل شبكة او طبقة موجودة انا عند يعني نتورك، او ايش افضل باراميتر موجودة انا عندي، بدي احتاج انه اعمل هذه الشغلة اكسبيرمنتالي عشان انه انا اقدر احدد هذه الشغلة. فعشان هيك اذا بتلاحظوا انه في السلايد اللي احنا عرضناها انه انا محتاج اعمل اكسبيرمنتيشن بشكل كتير كبير، فعشان هيك الهايبر باراميترز هدول، هاي الهايبر باراميترز، عدد اللير، عدد الهيدن يونتس، ايش الليرنينج ريت، ايش الاكتيفيشن فانكشن، بجرب كومبينيشن مختلفة، وهذه الشغلة انه تكرارية، بجرب عدة تجارب عشان احدد انا ايش الافضل. طبعا ممكن انا استفيد بالنولج اللي موجوده في الليتريتشر، يعني على سبيل المثال انه معروف والله في الداتا سيت اللي من نوع كذا او البيانات النصيه انه افضل توليفه انه انا بعمل كومباينيشن بين السي ان ان والار ان ان مثلا على سبيل اللي هي ال اس تي ام، فبالتالي انه بستند على شغله انه تم تجريبها مسبقا وتم اثبات انه بتؤدي لافضل بيرفورمانس، فبالتالي ممكن ان ابني عليها. فهذه الشغله انه لازم تكون انه بروف اكسبيرمنتالي عشان انه انا اقدر انه انا اجرب. تمام، طيب فالان عرفنا انه في عندي اكثر من اكتيفيشن فانكشن، ممكن انا اختار اكتيفيشن فانكشن لكل طبقه زي ما انا بدي. تمام، السيجمويد هاي المعادله تبعتها، التان اتش هاي المعادله تبعتها، تمام، الريلو هاي المعادله تبعتها، و الليكي ريلو هي المعادلة تبعتها. إذا بتلاحظوا إنه الفرق بين الريلو والريكتيفايد والليكي ريلو هي إنه هذه بدل ما هي تكون إنه دائما على الصفر، إنه بتنزل تحت إيه بمقدار ضئيل. تمام، طيب ايش انا بعتاز من الاكتيفيشن فانكشن؟ بعتاز اعرف التفاضل تبعها. تمام، عشان هذا الكلام انا هحتاجه في الامبلمنتيشن. تمام، يبقى هنا انا عندي السيجمويد، شفنا الاكتيفيشن يعني التفاضل تبعها اللي هو الجي برايم، جي برايم اللي هو المشتقة الاولى للزي، تمام، اللي هو دي على دي زي، ايش بيساوي؟ اي واحد ماينس اي. طيب التان اتش هاي الجي، الجي برايم ايش التفاضل تبعها؟ النهائي واحد ماينس اي تربيع، اي التفاضل. فبالتالي انه كل اكتيفيشن فانكشن انا معتاز انه في الامبلمنتيشن اعرف ايش الاشتقاق تبعها، وهذه بتكون انه اوريدي يعني انه يعني انه معروفه في الامبلمنتيشن. الريلو هاي الجي زي وهي الاشتقاق تبعها، والليكي ريلو هاي الجي زي وهي الاشتقاق تبعها جي برايم. تمام، طيب بدنا نلم هذا الكلام كله في سلايد واحدة اللي هو الجريديان ديسنت فور نيورال نتورك. ايش الباراميتر انا عندي؟ ايش الباراميتر اللي هو معتاد انه هو يعدلها؟ الدبليو والبي. تمام، هنا طبعا حاططها في على شكل انديسيز انه للطبقة الأولى للطبقة الثانية وهكذا. وهي الاكتيفيشن فانكشن
جي تمام. يبقى أنا بدي أوجد الـ W والـ B للطبقة الأولى والـ W والـ B للطبقة الثانية تمام. فهذا الكلام إيش بدي أسوي؟ ريبيت، خوارزمية تكرارية عشان أنا أوجد. طبعا في لها شروط توقف، متى أنا بتوقف؟ أنا عندي في الـ Gradient Descent Algorithm إذا حدث أحد شروط التوقف، يعني على سبيل المثال إذا كان الإيرور وصل لحد معين، إذا الإيرور مثلا إنه وصل ل.0001 مثلا، هذه أحد الشروط، أو الشروط الثانية إنه وصل لعدد معين من الإيتريشن. فعشان هيك أنتم بتلاحظوا إنه دائما إنه في الاكسبيرمنتس تبعت الهادي انه انا بحدد في الفيت، هنا في الفيت بحدد انا عندي عدد الايبوكس تمام. عدد الايبوكس اللي هي عدد الدورات اللي بده يلف على، يعني هنا حيلف على الداتا سيت 5 مرات وبعدين يتوقف. ممكن اضيف له انا باراميترز ثانيه انه يا اما انه تلف على الداتا سيت 5 مرات او انه انت تصل لثريشولد في الايرور انه يكون اقل من كذا، ايهما اول بيصل له بيتحقق هذا الشرط خلاص بيتوقف تمام. فبالتالي هنا ايش محتاج انه انا اعمل، بدي اعمل كومبيوت للواي هات اللي هي الاي. وعشان احسب الاي ايش بحتاج الدي دبليو تمام، للطبقة الأولى والطبقة الثانية. بحدث وبرجع بكرر هذا الكلام، بحدث وبفحص شروط التوقف، وصلت لشروط التوقف خلاص بعمل ستوب تمام. طبعا هذا الكلام في له تو باسز، فورورد بروباجيشن وباكورد بروباجيشن تمام. وهنا بدي ارسم لكم الشبكة، اي واحدة اثنتين ثلاثة، هنا كمان طبقة ثانية واحدة اثنتين ثلاثة، وهي انا عندي الطبقة الأخيرة زي هيك تمام. هذا كله fully connected مع بعض، معنى ذلك انه هذا موصل بهذا. عشان هيك لما هذا ايش بنسميه، هتلاقوه في التنسور فلو دنس. ايش معنى الدنس؟ انه كل نيورون في كل طبقة موصل بكل نيورونز في الطبقة التي تليها، وهذا بالمثل وهذا نفس الشيء تمام. وهنا نفس الشيء. طيب عشان نفهم الفورورد، انه انا بدي احسب الاوتبوت، هذا اتفقنا انه A ايش الاندكس تبعه؟ الطبقة الثالثة هذه مش صح؟ تمام؟ هاي واحد، هاي اثنين، هذه ثلاثة. هذا مش حقدر أحسبه إلا إذا حسبت هذا، وإلا إذا حسبت هذا، صح؟ اللي هو إيش هنا؟ A واحد، وهنا A اثنين. فالفورورد باس معناه إنه لازم أحسب A واحد، منه بقدر احسب A2 اللي هو حيكون عبارة عن حاصل ضرب الـ A في الـ weights اللي موجودة هنا، ومنه بقدر احسب A3. هذه forward propagation. اما الـ backward هي عبارة عن ايش؟ كيف؟ لا، بدنا نعمل update انه انا عندي انه الـ W بتساوي، لا بدي احدث الويت باستخدام المعادله اللي احنا توصلنا لها اللي هي الدي زي اللي هي الدي اي تمام. فبالتالي هنا انا محتاج احسب تفاضل، بضربه في الالفا بطرحه من الدبليو، هذه حتكون قيمه الدبليو الجديده. بس الدبليو، تحديث الدبليو حيكون بشكل backward propagation، معنى ذلك انه حيصير تحديث ل، خلينا نرسم، انا عندي هنا هذه W1
وهذه دبليو 2. يعني حيصير تحديث لدبليو 2 في الأول، وبعدين في خطوة تانية حيعمل تحديث لدبليو 2، عفوا واحد. اوكي واضح ايش يعني فورورد؟ يبقى ايش الفورورد والباكورد؟ الفورورد بحسب اوتبوت، والباكورد تعديل الويت اللي هو عبارة عن حساب تفاضل في كل طبقة، واللي هحتاج لكمبيوتيشن جراف عشان انا اعمل. تمام، لاحظوا هنا هذا الكلام للوجيستيك ريجريشن اللي هو مكون من نيورون واحد. طب بدنا نعمل هذا الكلام لنيورال نتورك، ايش راح يكون؟ هاي اي 2، انا عملت لكم اياها لثلاث طبقات بس هذا المثال هي معمول لطبقتين. هاي اي 2 تمام، عشان احسب اي 2 بعتاز زي 2، وعشان احسب زي 2 بعتاز اي 1. وأي واحد عشان أحسبها بحتاج زي واحد، وهكذا. تمام، هنا بعمل تفاضل بالنسبة للأي ولكن للطبقة الثانية، هنا بعمل تفاضل بالنسبة للزي للطبقة الثانية، هنا تفاضل بالنسبة للأي للطبقة الأولى. هاي ما دام أي واحد بتساوي، معنى ذلك إنه بقدر أجيب دي أي، وما دام هذه زي بتساوي بقدر أجيب هيو دي زي. تمام، وهذه دي زي للطبقة الأولى، فمعنى ذلك أنه حيكون هذا الكلام أنه على شكل يعني الكمبيوتيشن جراف بيسهل علينا هذا الأمر بشكل كتير كبير. تمام، يبقى سمري للجريديانت أنه أنا بعتاز أحسب دي زي 2 عشان احسب دي دبليو 2 ودي بي 2 للطبقه التي تليها باك بروبوجيت. بعدين بصير في تحديث ل، يبقى هذا الكلام للاير 2. لاير 1 بحسب دي زي لإله، دي دبليو ودي بي للطبقه الاولى. تمام، نيجي لل random initialization. احنا محتاجين نوجد قيمة W و B. X معطى الداتا سيت، فيدد من الداتا سيت. الالجوريثم حيوجد قيم W و B، ولكن انه عشان يبدا هو محتاج انه يكون في عندي initial value، فايش نعمل؟ نعملها initialization 0. ليش؟ مضروبة في X حتطير كل التاب، فبالتالي إنه مش راح يكون في فائدة، فبالتالي الـ Random Initialization يفترض إنه يكون عبارة عن Small Value، فعشان هيك أنا عايز زي ما أنتم شايفين إنه NB Random Random Integer. تمام؟ وبحكي له هنا بروح بضربها إنه في بوينت صفر واحد، في رقم عشري صغير عشان يصير في عندي مش ثابت initial، بعمل له set ل initial value اللي هي عبارة عن small random number، بعد هيك حيصير له تغيير باستمرار. لا، ما هو أنا عندي هنا random، random أنا طلبت منه إنه هو dimension، معنى ذلك إنه هو 2 في 2، معنى ذلك إنه هو هيعمل لي أربع أرقام عشوائية، هيك وهيك وهيك. كيف؟ ممكن انه انت تعمليهم زي بعض، ولكن انه هو الموضوع مثير للجدل، لانه يعني في اوبن، يعني انه يعني هذا اوبن ريسيرش دايركشن، انه انا احدد ايش هي الانيشال ويت، لانه
كل تجربة أنا بعملها ممكن نفس النتورك، بس إنه أنا أشغل التجربة مرة تانية ممكن تؤدي لنتائج مختلفة. شو السبب؟ إنه الانيشال ويت مختلفة، تمام؟ فبالتالي إنه شو الانيشال ويت اللي ممكن تؤدي لأفضل بيرفورمانس، إنه بحيث إنه ما يروحش أنا اتجاه التجربة أنا عندي يكون البيرفورمانس سيء بسبب باد انيشال ويتس أنا اخترتهم. ف ماشي، بس في النهاية إنه هذا عبارة عن خوارزمية تقاربية، إلا ما يصير في كونفيرجنس في النهاية، حياخد عدد إتريشنز زيادة شوية، بس حيصير كونفيرجنس، تمام؟ هاجيت إنه أنا بدي أعطي راندوم نمبر كلهم نفس الإشي، معنى ذلك إنه يعني ممكن ان يكون هذه في لها تاثير، يعني اكسبيرمنتري لها تاثير سلبي، فعشان هيك انه يفضل انه كل وحده تكون لها راندوم ويت مختلف وتبدا تتحرك انه ايش الصح بالنسبه لها او ايش هي الاوبتيمال فاليو بالنسبه لها. فهذا الكلام انه صار هي انيشاليزيشن للطبقه الاولى، تمام، وهنا للطبقه الثانيه، تمام. طبعا البي زي ما انتم شايفين صار له انيشاليزيشن از زيرو، لأنه طالما أنه هو جمع فيش مشكلة. ال W بما أنه هي مضروبة في ال X بنفعش أنه أنا أحطها زيرو، فبالتالي أنه خلاص بتجنب هذا الكلام، فبالتالي أنه هي initialized زيرو هنا ال B. الطبقة الثانية أنه هي initialized برضو نفس الفكرة وضربتها في نفس ال small value اللي عندي بهذا الشكل، تمام.